دينا عندها صراع مع الرجال؟ لا. عندك؟ لا. لا يعني أنا الحقيقة يعني كان عندي حاجات كويسة في الجوازات وكان عندي حاجات سلبية وسيئة، إنما قدرت أتخطى. إيه اللي كنت بتدوري عليه وما لقيتيهوش؟ والله أنا طول عمري بدور على حاجات سهلة جداً، بدور على الطيبة والأصل والحنية. الأمان مش مع الراجل، الأمان بيبقى فيك أنتي بالطئن وفي ربنا. صحيح. ما عندكيش، أنا ما مش طالبة أمان لأني أوريدي عندي الأمان. بس ما بيبقاش لطيف لو راجل برضو بسببه حسيتي بالأمان أكتر؟ لا، الأمان عمره ما بيجي من عند الراجل. الأمان بيجي من عند ربنا. يعني ما تحبيش راجل يبقى بيخلي باله منك أو بيخلي باله منك، ما هو ده الحنية، حاجاتك بيخاف الحنية عليكي. هي دي الحنية. ده مش الأمان، دي الحنية. إنه حنين عليكي، عايزك تبقي في أفضل حالاتك، عايز يساعدك، عايزك تبقي يعني لما يخش عليك يقولك إيه، عايزك تبقي ست الناس. مشاهد النهاية في التسع مرات كانت متشابهة ولا كان في فرق؟ لا، في اختلاف، في اختلاف في كل حالة طبعا. أبو ابني مثلا كان والله عامل زي الحلم، سنتين واتسحب. يعني مش رأيي أنا، لو سألتي أي حد من اللي اشتغلوا معايا، لأنه كان مخرج يعني، فلو سألتي أي حد من اللي اشتغلوا معايا هيقولك ده كان أمر، وكان يعني الحب حتى باين في عينيه، يعني كان راجل جميل قوي، بس الأقدار. ذكراه هي اللي خليتك تتصالحي مع فيدرا رغم سنين طويلة من العداء؟ والله لا، أنا كنت فاهمة حاجات غلط. لما تقابلنا في فيلم وقعدنا اتكلمنا، يمكن احنا عمرنا ما اتكلمنا، بس لما قعدنا اتكلمنا حسيت ان لا، أنا مزودها قوي، أنا أحس يعني أنا ليه كنت كده. لما بتغضبي بتبقي متهورة؟ لا، أنا متهورة على طول. أنا متهورة في العادي، أنا سيبتي التهور. لا يعني أنا سريعة، يعني بحبش أتكلم في ظهر حد. يعني أنا لو عايزة أقول هطلع أقول وأنا قاعدة أهو، هطلع أقول اللي أنا عايزاه. إنما براجع نفسي زي أي بني آدم في الدنيا يعني. لما تقابلنا وحسيت إن لأ، فاعتذرت عن اللي أنا عملته. يعني قلت لها طب خلاص سامحيني يعني في اللي قلته وخلاص.